رحيم. في البداية أرحب بالسيد شينزو أبي رئيس الوزراء الياباني في زيارته الثانية للقاهرة وبالوفد المرافق لسيادته، وأؤكد اعتزاز الشعب المصري بالعلاقات التاريخية مع شعب اليابان الصديق. فالمصريون ينظرون للتجربة اليابانية بإعجاب وتقدير باعتبارها نموذجا يحتذى به في العمل الجماعي والإتقان والانضباط والابتكار. كما أتوجه بالتهنئة للسيد رئيس الوزراء أبي على فوز حزبه الليبرالي الديمقراطي بالانتخابات التشريعية التي جرت الشهر الماضي.神の名におきまして、まず安倍総理大臣閣下、そして同行された日本の代表団の皆様を心より歓迎したいと存じます。日本は日本とエジプトの間には歴史的な長い関係があります。そしてエジプト国民は日本のこれまでの経験というものを非常に尊敬、そして感銘を持って見ています。 日本の人々は秩序、そして独自性、独創性に富んだ人々であります。安倍総理閣下は先の民主的な選挙においても大きな成果を収められました。والتي عاقبها تكليف برئاسة الحكومة لولاية ثالثة، وهو الأمر الذي يعكس ثقة الشعب الياباني في رئيس الوزراء وحكومته على كافة الأصعدة، متمنيا له النجاح في تنفيذ سياساته. これは日本の国民が安倍総理に対して安倍政権に対して大きな信頼を持っているという表れだと思います。今後とも政策のその実現に邁進をされますように祈念をしております。 وأعرب أيضا عن تقدير مصر حكومة وشعبا للدعم الياباني على مدار العقود الماضية، وعن تطلعنا لانطلاقة جديدة في علاقات التعاون بين البلدين، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي والتنموي. 日本とエジプトの間にはこれまでも経済協力関係が大変強い協力関係がありましたけれども、またこれからも新たに協力の関係を強化していくことができればと思います。特に経済分野において協力が進めばというふうに願っております。 حيث تشهد مصر مرحلة البناء واستكمال مؤسساتها من خلال إجراءات الانتخابات البرلمانية في 21 مارس المقبل، تحقيقا لتطلعات الشعب المصري نحو الديمقراطية والاستقرار والعدالة والتنمية. エジプトでは3月21日に議会の選挙が行われます。こうしたプロセスの中で民主化への歩みをいよいよ進めていきたいというふうに考えております。こうしたことにおきましても日本との協力ということを願っているところです。 وفي هذا الإطار فقد وجهت الدعوة للسيد رئيس الوزراء إبيه لمشاركة يابانية واسعة في المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في شرم الشيخ في مارس المقبل، وكذا لقيادات وممثلي مجتمع الأعمال الياباني. そして、これに関しまして、3月のエジプト経済開発会議が、シャルムエルシェイクで開催されますけれども、ここに日本政府の、その参加をいただけるようにというふうに、申し上げました。 وذلك في ضوء الفرص الواعدة للاستثمار التي سيتيحها المؤتمر والجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وانخراطها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة، وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس وغيره من المشروعات الهامة في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والكهرباء، والتي نأمل أن تشاركنا فيها الشركات اليابانية.
こうした会議などを通じまして、その投資をエジプトにおける投資を促進することができれば、投資のための環境を整えていくことができればというふうに考えております。そして日本の皆様にも我々の国民的なプロジェクト、とりわけスエズ運河地域開発計画や再生可能エネルギー分野における大規模なプロジェクトへの参加というものを進めていただければというふうに考えております。الأمر الذي ينعكس إيجابا على المستوى المعيشي للمواطن المصري. Egypt と日本の間でのその多様なパートナーシップの促進、そして JICA などを通じた経済協力にが進んでいることに感謝を申し上げます。وإذ أؤكد أن مصر لن تنسى مساهمة اليابان القيمة في إنشاء دار الأوبرا المصرية وكوبري السلام العملاق.الذي يصل قارة إفريقيا الحبيبة بالقارة الآسيوية الصاعدة. أشير أيضا إلى مجالات التعاون التي نأمل أن تسهم هذه الزيارة في دفعها، خاصة في القطاعات الحالية للتعاون كالكهرباء والطاقة والنقل والصحة والتعليم والتخطيط.またアジアとアフリカの平和の架け橋としての役割を果たしていくことができればというふうに思っております。そして電気、保険、協力、教育などの分野における協力を進めていけたというふうに考えております。وكذلك في القطاعين الثقافي والعلمي والتكنولوجي من خلال التعاون في تنفيذ مشروع المتحف المصري الكبيرومشروع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب والذي يحظى برعاية السيد رئيس وزراء اليابان وبرعايته الشخصية حتى تصبح هذه الجامعة نموذجا ناجحا للتعاون الثلاثي بين اليابان ومصر مع الأشقاء الأفارقة.文化分野におきましても、文化協力分野におきましても、大エジプト博物館のプロジェクトが進んでおります。また、エジプト日本科学技術大学のプロジェクトも進んでおります。これが日本とエジプトの協力のその表れ、成果として結実することを願っています。كما أنني آمل في عودة حركة السياحة اليابانية إلى مصر الآمنة والمستقرة لما يحقق ذلك من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتعميق للتواصل الحضاري بين الشعبين الصديقين والذي بدأ منذ وصول أول بعثة من الساموراي إلى مصر عام 1862 وسوف يستمر لأجيال قادمة.そして日本の方々が安全なエジプトに観光に来ていただき、これによって文明の交流が進むことも願っています。エジプトには18世紀に武士、日本のその武家政権の代表団がいらっしゃいましたけれども、そこに遡る交流の歴史、これをさらに進めていくことができたらというふうに考えています。وقد تضمنت المباحثات مع السيد رئيس وزراء الياباناستعراض الوضع الدولي والإقليمي حيث تبادلنا وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لا سيما على صعيد القضية الفلسطينية وكذا ما يتعلق بالتطورات التي تشهدها بعض الدول العربية الشقيقة خاصة ليبيا وسوريا والعراق.また会談におきましては、国際情勢、地域情勢についても話し合いました。共通の関心事に関して話し合いました。特にパレスチナ問題、そしてまたアラブ諸国の情勢、リビア、シリア、イラクの情勢についても話し合いました。كما تطرقنا أيضا إلى مناقشة انتشار ظاهرة الإرهاب حيث توافقت الرؤى حول تنسيق جهودنا مع جهود المجتمع الدولي لمكافحة هذه الظاهرة البغيضة بمختلف أشكالها وعدم اقتصار التعامل معها على الجوانب العسكرية والأمنية
فحسب، حيث ينبغي الاهتمام بالأبعاد التنموية والثقافية ونشر ثقافة التعايش وقبول الآخر. そして、テロという話はありました。これに、いかにその国際社会とも協力して、その対策テロに立ち向かっていくかといったことについても、この恐ろしい現象にどう立ち向かうかといったことについて話しました。軍事的な面だけではなく、開発であるとか、啓蒙であるとか、そういう側面からの対応が重要であるということが指摘されました。 بالإضافة إلى الضرورة الملحة لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية من أجل القضاء على الذرائع التي تستند إليها التنظيمات الإرهابية لتبرير أعمالها واستقطاب المزيد من العناصر لصفوفها من مختلف مناطق العالم. وبهذه المناسبة أعرب عن تقديري لما أكده السيد رئيس وزراء اليابان من حرص حكومته على دعم استقرار وأمن مصر باعتبارها ركيزة الاستقرار في هذا الجزء من العالم. また、中東和平については公正で包括的な和平が実現すべきであること、この混乱状況はテロリストの活動の口実になりますので、これを中東の和平を実現していくべきことについても話し合いました。 私は日本政府がエジプトの安全と安定のために その支援をしてくださってきたことに感謝を申し上げたいと思います。エジプトの安定というのは中東地域全体にとっても非常に重要な基礎となるものだからであります。 وفي الختام أجدد التحية والتقدير لضيف مصر الكريم السيد رئيس وزراء اليابان شينزو أبي والوفد المرافق له، وإلى أن نلتقي مجددا في مؤتمر شرم الشيخ ثم في طوكيو، حيث قبلت دعوته الكريمة لزيارتها في المستقبل القريب لاستكمال مشاوراتنا وجهودنا المشتركة لتحقيق السلام والاستقرار. 最後に改めて安倍総理閣下、そして日本の皆様に感謝を申し上げたいと思います。 また、再び3月のシャルムエルシェイクの会議でお会いすることができれば、と思います。また、さらには、その東京でお会いして、協力関係についてお話をしたりすることができればというふうに思っております。ありがとうございます。今回の私の訪問は、私自身としてまた、総理大臣として、初年ぶりのエジプト訪問となりました。 LCC大統領とは昨年の国連総会以来の再会となりましたが、こうした目に変えて嬉しく思います。 كانت هذه أول زيارة لي إلى مصر منذ 8 سنوات وأول لقاء مع فخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية منذ لقائي مع فخامته خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في السنة الماضية. 今世界で起きている過激主義の流れを止めなければなりません。 يجب أن يكون هناك وضع حد يعني لظاهرة التطرف المنتشرة في هذه الفترة الأخيرة، ويجب لابد أن نتعاون يعني مع فخامة الرئيس ومع مصر من أجل مكافحة هذه الظاهرة. 首脳会談では活力に満ち安定した中東地域を築くにはエジプトが安定繁栄し地域の希望と希望の保守となるべきであり大統領の取り組みを評価するということを伝えました。日本はエジプトを強く支援し共に歩んでまいります。 في لقاء القمة مع فخامة الرئيس قلت لفخامته لكي تكون منطقة الشرق الأوسط مستقرة ومليئة بالنشاط لا بد أن تكون مصر مستقرة ومزدهرة حتى تكون نجمة الأمل للمنطقة. وقلت له أيضا إنني أقدر جهود فخامة الرئيس تقديرا عاليا
وتأكدنا من أن اليابان ستساعد مصر بقوة وستمشي معها جنبا إلى جنب. 中東和平など地域の諸課題におけるエジプトの重要な役割を高く評価します。 وإنني أقدر تقديرا عاليا أيضا الأدوار الهامة التي تلعبها مصر فيما يتعلق بقضايا المنطقة وعلى رأسها عملية السلام في الشرق الأوسط. この度、ハイデンシステム高度化計画及びボルグエルアラブ国際空港拡張計画の2案件に対し総額約430億円の新規円借款を供与する方針を決定しました。 وقد قررنا مؤخرا تقديم قروض جديدة بالين يبلغ قدرها الإجمالي حوالي 43 مليار ين لمشروعي خطة تطوير أنظمة التوزيع الكهربائي وخطة توسيع مطار برج العرب الدولي. 今回約30社の企業の方々にご同行いただき、先ほどLC氏大統領にお会いいただきました。 経済関係のさらなる発展に向け第9回日エジプト経済合同委員会が開催されたことを歓迎します。 ويرافقنا في هذه الزيارة مسؤولون كبار في نحو 30 شركة يابانية وقد تشرفوا قبل قليل باللقاء مع فخامة الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي وأرحب بانعقاد الاجتماع التاسع للجنة الاقتصاد اليابانية المصرية المشتركة من أجل المزيد من تطور علاقاتنا الاقتصادية. والحكومة اليابانية عازمة على المضي قدما في مساندة الشركات اليابانية كي تتمكن من المشاركة والمساهمة في المشاريع الوطنية وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس. エジプト航空の日本との直行便再開の決定を歓迎します。観光軸に両国間の人的交流がさらに活発化することを願います。 وأرحب بإعادة فتح الخط الجوي المباشر بين اليابان ومصر من قبل شركة مصر للطيران فأتمنى أن يؤدي تنشيط السياحة إلى المزيد من التواصل بين الشعبين. 今回LCC大統領と日エジプト関係新生エジプトと新たな1ページを開くことができました。今後日エジプト関係のさらなる والآن قد فتحت صفحة جديدة لعلاقتنا مع مصر مصر الجديدة من خلال لقائي مع فخامته فإننا عازمون على بذل قصارى جهودنا من أجل المزيد من التطور للعلاقة بين اليابان ومصر. فخامة رئيس الوزراء والوفد الحكومي المرافق ورجال الأعمال المصريين واليابانيين مرة ثانية كل التحية والتقدير لكم وأهلا بكم في مصر. واسمحوا لي أن أنا أوجه ندائين، نداء لكم أن أنتم تتقدموا للاستثمار في مصر ونداء ثاني لشعب يقوم بجولاته السياحية الثقافية دائما ويزور مصر، مصر آمنة ومستقرة ومنتظرة الشعب الياباني يكون موجود من خلال السياحة في مصر. 日本の安倍総理大臣閣下、そして日本の代表団の皆様、改めてお礼を申し上げたいと思います。そして日本 からの投資がさらに促進されていくようにお願いを申し上げたいと思います。そしてまた観光の面でもぜひ安全なエジプトに、エジプトは皆さん待っていますので、文化交流が進むためにもぜひともその観光の面でもいらしていただければというふうに思います。 مرحبا فخامة رئيس الوزراء واهلا بك. شكرا جزيلا. どうもありがとうございました。 شكرا.